السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات مختارة. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم الرز بالطون بطريقة سهلة وبسيطة، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتجربوها. ودابا أجيو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أنا هنا درت الحصة ديال شخص واحد، إذا كان عدد الأفراد كبير ممكن تطوبلو المقادير. فرجة ممتعة. عندي هنا كاس ديال الرز، بصله مقطعه رقيقه، بصله صغيره، علبه صغيره ديال الطون، الملحه والبزار، وعندي هنا واحد جوج فرماجات. اول حاجه غندير الرز في كاسرونه، غندير الضعف ديالو ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء. غندير شويه ديال الملح وغادي نديرو يتسلق. باش نربح الوقت على ما يتسلق الرز غنكمل باقي التحضيرات. خديت هنا مقله، درتها فوق النار، غندير فيها واحد قياس واحد معلقه ولا جوج ديال، خديت هنا زيت العود، بغيتي ديرو زيت عادي ديرو. غندير فيها البصله، نخليها تشحر مزيان، طلعت نهاية البلت كيف كتشوفوا هنا. غنزيد عليها الطون، غندير شوية الملح والبزار، غندير هاد الفرماج، نحاول نعصو مزيان مع هاد البصلة. غنطفي عليه البوط. خديت هنا الرز اللي سلقت، صفيتو، دوزتو في الماء بارد، كيعطينا هاد الكميه. شوف تبارك الله، غير كاس واحد شحال عطانا. غنفرغو فوق من هاد لاصوص اللي قديت هنا، نحاول نخلطو معاها.
خلطت الرز مع الطون والبصيله اللي شحرت، نخليهم على جنب غنمشي نجيب المول. خديت هنا هاد المول ديال الدجاج دهنته بالزبده، غنحاول دابا نقاد الكريمه. غنحتاج فيها البيضه ونص كاس ديال الحليب، عندي هنا الفرماج والروز اللي قادينا بالطون والبصيله. نخلي هادو على جنب، غنجي هنا ندير غندير فيه هنايا قبيصه ديال الملح باش ما تجيش باسله. غنطرب هاد البيض مع هاد الحليب، طربتو مزيان. غناخد هاد الرز غنفرغو في هاد المول. شتو هاد الكمية اللي درت انا ديال شخص واحد، وانتوما على حساب الافراد غادي غتزيدو دوبلو المقادير. غناخد الفرماج غنديرو هنا فوق من الرز، ناخد الخليط ديال البيض والحليب، غنحاول نفرغه هنا فوق من الرز. غناخد هاد المول غندخلو الفران يتكراتينا ونخرجو. بعد ما خرجتو من الفران هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، كيجي بيان غراتيني وكيجي معلك من الداخل. انا غنوريكم كيف كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال الرز بالطون، انا قدمته بهذه الطريقه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانها فعلا كتستحق. هذا الطبق كيجي رائع ولذيذ بزاف ومعلك، وكيف شفتوا التحضير ديالو ساهل وسريع. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تشجعوني على الاستمرار وتقديم الأفضل. إلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله، كيف ديما سهلة في التحضير، مكونات بسيطة موجودة في كل بيت. دمتم في رعاية الله وحفظه.